وآخر خطوة خالص بعد ما عملنا فتحنا الهدوب رفعنا الفايل الداتا بتاعتنا على HTFS شغلنا الجار فايل بتاعنا وجبنا الريزلتس حطيناها على اللوكال ماشين نقفل نقفل الاي الهدوب الكلاستر بتاعنا. فهنروح للدايركتوري اللي موجود فيه الهدوب نقول cd home. في الدايركتوري اللي اسمه اس باينري دايركتوري ده هنلاقي فيه شيل سكريبت صغير بيعمل ستوب للسيرفيسز بتاعه هدوب نقول له ستوب اول دوت اس اتش ونقول له راندوم يوزر يبتدي يعمل كلوزنج وستوب للنيم نود والداتا نود وكل الكومبوننتس بتاعت هدوب اللي احنا كنا لسه مشغلينها في اول فكره بتاعتنا. كل هذا من الدليل.